أنا في آخر فقراتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا قدس، سنتحدث عن إحدى فعاليات مدينة القدس يوم الأرض. ليوم الأرض أيضا التي قاموا فيها الشباب المقدسيين. ومعنا اليوم منصور أبو غربي وهو مدير فرقة شموع القدس التي عملت عرضا رائعا إحدى فعاليات إحياء يوم الأرض. صباح الخير أخ منصور. صباح الخير لكم. يعطيكم ألف عافية. عملتوا فعالية في إحياء لذكرى يوم الأرض، كانت في المسرح الوطني الفلسطيني في الحكواتي، وكانت تتضمن هي الفعالية على الدبكة الشعبية. لو تحدثنا بشكل تفصيلي عن هاي الفعالية وعن قيامكم فيها بالذات في يوم الأرض. أول شيء صباح الخير لبرنامج صباح الخير القدس، صباح الخير للقدس بشكل عام، صباح الخير لأسرانا البواسل، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. فرقة شموع القدس يعني دائما هي سباقة في الحدث، بنحاول نعيش الحدث اللي بنعيشه. اخترنا تاريخ 31/3 ليوم الارض. بنعرف انه دائما عندنا مشاكل، كل ما نعمل اي نشاط في الحكواتي بسكروا لنا اياه. استغلينا هاي الفرصه بطريقه انه احنا بنروح نعمل قصه يا ظريف الطول، القصه المعروفه الغناوي الفلسطينيه اللي بتحكي عن التراث الفلسطيني. فحولناها لقصه من خلال طالباتنا وطلابنا وتاليف طالبتنا رهب صلاح. اللي شفتوها الموهبه هي اللي الفت القصيده كلياتها والقصه. فحولنا ظريف الطول لمسرحيه زائد دبكات شعبيه. استغلناها لتكريم الامهات الفلسطينيات، استغلناها لتكريم الاسرى البواسل، وحكينا عن حبنا للارض وانتمائنا للارض وتمسكنا بالارض وشو دورنا لتنميه الارض في فرقتنا. طب ايش ابرز اللوحات الفنيه وابرز اللوحات او ابرز الاداءات، مجموعه الاداءات اللي قمت فيها في يعني من حدثنا عن انواع محدده من الرقصات الدبكه الشعبيه التي قامت بها فرقه شموع القدس؟ يعني في البدايه كان في عندنا لازم ما ننساش اسرانا، يعني وبالذات قضيه الاخ الرفيق سامر عساوي. بلشنا بتكريم ام سامر عساوي بدبكات خاصه من هي بلشوها بدبكات لدبكه مجاريحها للنقب، وانهيناها بدبكه تزين يا دارنا. فدخلنا الاسرى لازم من وجودهم ولازم في كل مناسبه نذكرهم. بعدين بلشنا في المسرحيه حكت عن شاب فلسطيني بحب ارضه بحب وطنه بتمسك بارضه ظروفه اللي بعيشها عماله، بحب البنت جيرانهم الفلسطينيه. نفسه يتقدم لها مش قادر يتقدم لها لانه كل سنه بيجهدوا ظرف طارئ، اول سنه بينزلش المطر، ثاني سنه بيجي المستوطنين، ثالث سنه. وبين كل فقره وفقره كانت تيجي عندنا اللي هي دبكه خاصه بالمناسبه الموجوده فيها. دبكنا دبكه ظريف الطول. بعد ما حكينا عنها ومثلناها دبكناها وورجناهم شيء الدبكه. يعني انتم مش بس بتقدموا الدبكه، انتم بتقدموا عمل مسرحي تقريبا. يعني هي اللي هو التراث. الدبكة هي نقل الحركة نقل الصورة لحركة. من خلال التمثيل، من خلال الدبكة، من خلال رقصات شعبية. وهذا هو هدفنا، مش هدفنا انه نوقف على المسرح نطبخ ونعمل دبكة، لا، هي دبكة تكون كلمة معبرة. لو تحدثنا عن أعضاء والمشاركين في هاي الفعالية عندكم في فرقة شموع القدس، احنا بنشوفهم عمالهم هم فتية صغار ويافعين لساتهم. اللي بيميز فرقة شموع القدس احنا أعضائنا 65 عضو. كلهم أشبال صغار من كافة المراحل، من سن 8 سنين لطلاب جامعة عندنا. كمان عندنا أصدقاء كثير، يعني حد الحمد لله رب العالمين داعمنا كان كلياته للعرض هذا، دعم شخصي ومجهود شخصي. بعض الاشخاص اللي ساهموا معنا بشكل شخصي مش بشكل مؤسساتي ولا بشكل دعم خارجي، بالعكس اشتغلنا والحمد لله كان ناجح. في عندنا مؤسسه جذور كانت كثير متابعه لنا وتطرعت لنا حتى بمخرج لنا، والاخ رمضان قاسم كان متابع للمسرحيه وتابع لنا. طالبات نفسهم كله شغل جهد لنا، بنحاول ندخل الاجيال الكبار مع الصغار انه بالفعل شبر لما الاحتلال بيعتقل واحد من سلوان ويدخل بالقوات الخاصه والمستعربين ما يزوش بين الصغير والكبير. فعشان هيك غناوه مجاريح اذا شفتوها كان شبر جنب شاب كبير، انه بالفعل كنا معنيين فيها انه المستعرب لما يدخل بياخذ الشبر الصغير وبياخذ الكبير. ففعل غناوه حطينا الشاب الولد الصغير جنبه الشاب الكبير، انه دمجنا الكبار مع الصغار. وصبايانا الحمد لله رب العالمين. الشكر الكبير بالفعل للاهالي، يعني الاهالي كثير بيعيشوا معنا بدعموا هاي بناتنا. يعني الفرقه عندنا فرقه 42 بنت، لما انت تمسك 42 بنت بالاعمار هذه وتتابع معاهم السياسه والثقافه وتنمي معاهم الثقافه الفلسطينيه وحب الارض احسن ما التسرب الموجود عندنا، يعني بالذات سياسه التسرب الموجوده عندنا. فاحنا بالفعل بندخل معاهم ببرنامج كثير غير الدبكه كمان.
مثل ايش غير الدبكة؟ يعني هذا اللي كنت حابب اعرفه، انه ايش يعني في برامج مشاريع اخرى بتقوموا فيها وفي في المستقبل القريب؟ يعني احنا عملنا في عندنا من ضمن برنامجنا الجيل الجديد وبرضه من دعمنا الخاص كمان سياسة اعرف بلدك، ناخذه برحلات داخلية على القدس. يعني تعرضنا لموقف قبل فترة انه بطلب من طالباتي يستنوني باب الزهري، نعم، ما عرفوش من نص البنات ما عرفوش من باب الزهري، لا لا وين باب الزهري، وين باب العمود. فلما قلنا لهم استنونا باب البريد، كله عرف نعم. باب البريد هذه مشكلة. اها، فهذا مش بس عندنا، هذه موجودة وين مكان إذا بدنا نناقشها. عشان قررنا نعمل من الأسبوع الجاي عندنا يعني جولة اعرف بلدك، تنسقنا مع الأخ محمود جدي إنه ياخذنا جولة على البلد لطلابنا ويعرفنا على البلد. راح نعمل جولات على القرى المهجرة، بنعمل محاضرات تثقيفية حول مرض الأمراض الموجودة عندنا، نعم، عن دور التسرب. عندنا كمان قيادة شابة، بنعمل دورات قيادة شابة لل هذا. وين كل الفعاليات بتقوموا فيها أو الأنشطة؟ يعني هاي مشكلة من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا احنا كجمعية، نعم، وكمؤسسة أو كفرقة كمان، فيش عندنا مقر، نعم، لأنه ما شاء الله الميزانيات مش بدناش احنا نشحت، من بنحبش نشحت، بس احنا من النوع اللي ما عندناش ميزانية. ف عشان هيك بتركزوا انه نشاطاتكم ميدانية وما ميدانيا بالذات. يعني احنا مثلا لما اجى الماراثون يمكن سمعت عن فرقة، نعم، شمال القدس اللي تعرضنا له والشبل، نعم، اللي تعرض له. فاحنا دائما في الميدان، شغلنا ميداني مش مكتبي. بس الواحد بيحتاج عشان يحضر حاله للميدان يكون له مقر رسمي. هي المشكلة موجودة عندنا احنا، ميزانيتنا الحمد لله زي ما حكينا عايشين لحالنا وبدناش نشحد من حدا، نعم، ما كنتش حابب احكيها فيها. الشكر الكبير بالفعل إدارة كلية هند الحسيني بكافة طاقمها، من الإدارة، نعم، للعاملين للموظفين، متحملين كل شغلنا بهند الحسيني، نعم، بتدريباتنا، موفرين لنا المسرح، موفرين لنا، فكل تواجدنا دائما بهند الحسيني. كيف ممكن في النهاية نحكي نستثمر هاي العروض سواء خارج البلاد أو داخلها؟ كيف ممكن نستقطب حتى عروض داخل مدينة القدس؟ يعني هذا اللي بدي أحكيه، إنه إحنا أصبحت فرق الدبكة عندنا والمؤسسات عندنا، آسف على التعبير، يعني إيجا، نعم، دكاكين. إحنا هذا رسالتنا وهدفنا نقل التراث الفلسطيني، نقل المعاناه الفلسطينيه من خلال لوحاتنا الفنيه. مش هدفنا انه انا استنى ميزانيه تجيني، او بالعكس اللي بده يشتغل بالساحه بستناش ميزانيه تجي من اي انسان ثاني. نعم، الساحه موجوده، الشارع موجود، انت بتقدر تخلق الميزانيه اللي عندك من شغلك انت، من تبرعاتك، من اهل، من الاولاد نفسهم. هذا الزي اللي لبسناه احنا تبرعت فيه الاخت عبير المغربي، نعم، كامل. يعني احنا لنا 5 سنين ما عندناش زي منا وفينا التمويل، نعم، يعني الناس بتنبسط علينا بتبرعوا لنا، نعم، الحمد لله رب العالمين بنجحنا في هذا الشيء. منصور ابو غربيه مدير فرقه شموع القدس، اهلا وسهلا فيك ويعطيكم الف عافيه على هاي العروضات وعلى هاي النشاطات اللي بتبلشوا فيها من الصفر كمان. الحمد لله رب العالمين، يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه استاذ منصور. مشاهدينا وصلنا الى نهايه مشوارنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا قدس، شكرا جزيلا لحسن المتابعه وشكرا جزيلا لجميع ضيوفنا اللي اتونا من مختلف المناطق، واتمنى ان نكون قد وفق في إيصال الرسالة لهذا اليوم. هذه تحياتي أنا مي أبو عصب وزميلي بشار صغير، وتحيات نادر بيبرس في الإنتاج وإبراهيم قليبو في الإخراج. شكرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.